سليمان منصور، فنان فلسطيني بعيش بالأرض المحتلة. تعلمت الفن بالقدس، ولدت في بلدة بيوزيت سنة 1947. قضيت حياتي كلها بالأرض المحتلة، بشتغل في مجال الفن من تأسيس لحركة فنية بالأرض المحتلة إلى التعليم، وحاليا أنا بعلم فن في جامعة القدس وبشتغل كفنان. لوحة جبل المحامل من أولى اللوحات اللي عملتها سنة 1973، طبعت في سنة 1975، لقت إقبال كبير من قبل الجمهور. ففي فترة من الفترات كانت موجودة في تقريبا بكل بيت فلسطيني. خلال السنين الطويلة هذه صار ناس تقبل العمل الفني هذه نوعا ما، اللي بالنسبة للحبل اللي حامل فيه القدس كان مضروم، فكان المفروض يكون مبسط عشان هذا الحبل اللي بيشتغلوا فيه العتالين بالقدس. بتصور أنا الأشياء اللي شدت الجمهور لهذا العمل شغلتين، هم أولاً العنصر التراثي الموجود في الاختيار والزي تبعه اللي هو بذكر أي إنسان فلسطيني بوالده أو جده. اثنين قبة الصخرة والقدس إجمالاً اللي هي كانت برضو عنصر اللي شد الناس وحبوها عشان يعني. فقبل عدة سنين أعدت رسم اللوحة هذه، عملت فيها كل التغييرات المطلوبة يعني اللي أنا كمان حسيت إنها ضرورية. الحجم تبع اللوحة القديمة كان تقريباً 170، أنا عملت لوحة أكبر بكثير حوالي 160%، ضفت عليها كل التغييرات هذه. تعرف شجرة البرديان بالفن الفلسطيني ترمز ل النكبة أو فلسطين ال 48، يعني قبل ال 48. شجرة الزيتون ترمز لفلسطين ال 67، بعد الاحتلال ال 67، هذيك احتلال ال 48.